شكرا للزميل نايف سعود البلوي. هكذا مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام ينطلق شوطنا الثامن في تعداد اشواطي هذا اليوم الخاص بالابكار الحجايج. الثلاثة كيلومترات هي الانطلاقة من اسبوعنا الثاني ودورينا الثاني لهذا الموسم 2016-2017 للميلاد، مباشرة مع شديدة ناصر بن سالم بن عبيد بن مردد من يقدم شديدة على المركز الأول والصدارة الأولى. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، المركز الثاني شاهينية سالم بن علي بن سعيد لنبي يقدم الشاهينية اللي في المركز الثاني، بينما المركز الثالث الوصول من سحابة غانم بن سيف بن ناصر الخميسي يقدم سحابة القادمة أيضا من الباطنة بالفعل من ميدان الشويعي للمشاركة في هذا الشوط. ولكن الدخول على المركز الرابع وصلت زعفرانة، كردوس بن محمد بن سالم العامري يقدم هذا الاسم، الدخول من عجايب أحمد بن سالم بن دربش العامري وصل بن دربش يقدم هذه الانطلاقة، الدخول في هذه اللحظات من الشامخة حمد بن محمد بن عبيد العامري يقدم الشامخة اللي غيرت على المركز الرابع في هذه اللحظات المركز الخامس، الدخول من خلال الطائفة عبد الله بن حمود بن ياسر اللي حافي وصل شعار راعي سديوة ليقدم هذه الانطلاقة، بينما التحديات من الزاوية اليمنى القادمة هناك كورة لمحمد بن علي بن حمد بن سالم الدرعي والوصول الدخول من تيجان راشد بن عبيد بن سالمين المنصوري وصل ليقدم تيجان ايضا تستعرض في الميدان تيجان القادمه في هذه اللحظات. مشاهدينا الاعزاء اللي خذت المركز الاول، خذت المركز الاول وغادرت الجميع بكل اريحيه، خذت الصداره الاولى، ولكن الدخول من هذه القادمه وبره علي بخلفان بن علي بن رمضان وصل القادم من ميدان الثروانية بالفعل ليقدم هذا الاسم القادمة بلشة علي بن مسعود بن مسعود الفهيدة المري وصل في هذه اللحظات ليقدم بلشة بالفعل هنا قادمة بكل قوة للمشاركة، ولكن يأتي هنا أيضا نشمي بن حمد بن متعب العامري مع الهبيبة وصلوا أهالي الساد قادمين للمنافسة قادمين للأداء الكبير. داود بن سالم بن علي أيضا الدرعي مع الشاهينية قادم بكل قوة، ولكن أعود إلى الكيلومتر الأخير كيلو الامتحان، يوم وصل عند كيلو الامتحان ولعت ما بينها النار اللظى. الله تيجان يا تيجان، راشد بن عبيد بن سالمين المنصوري يقدم تيجان، ولكن من القادم محمد بن سلطان بن محمد العرياني يقدم متعبه انطلاقاتي متعبه الواصله مياسه سالم بن محمد بن عنوده العامري وصل العامري ليقدم هذا الاسم ليقدم هذا الانطلاق. الله 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 يا متعبه العرياني يغير الصداره الاولى يذهب مع متعبه في هذا الشوط في هذا الانطلاق مع المركز الاول محمد بن سلطان بن محمد العرياني. هذه هي متعبه ال500 متر الاخيره الامتار المجنونه بالفعل تسير من خلال هذه الاسماء مياسه قادمه ولكن هبايب ايضا صالح بن احمد بن مانع العامر وصل. اعود الى المركز الاول. يلا يا ابن غدي الروح مع الصداره. سلام العين سلام على هذا الاداء، سلام على سلاله متعب، على هذا الانطلاق الكبير والتحدي المثير محمد بن سلطان بن محمد العرياني. الناموس على هذا الفوز هو الانتصار مع العرياني ما شاء الله. لحظات الوصول المركز الثاني هبايب صالح بن احمد بن مانع العامر، المركز الثالث وصلت فيه مياسه ايضا لسالم بن محمد العنود العامري، المركز الرابع الشاهينيه داوود بن سالم بن علي بن حير الدرعي، المركز الخامس وصول من حامله رقم 33 الاخيره عبد العزيز بن فهد
محمد بن عيسى آل بو عبيد وصل في المركز الخامس. هكذا مشاهدين الأعزاء متعبة أيضا تهدي سلاماتنا إلى أهالي العين دار الزين منطقة الخضرة والجمال، حيث قطعت مسافة السباق في 4:28.9 ثانية. تهانينا أيضا لمالك متعبة على هذا الفوز والانتصار، محمد بن سلطان بن محمد العرياني، فوز رائع وجميل وانطلاق ولا أروع، 4:31.9 ثانية. حبايب صالح بن أحمد بن مانع العامر، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، بينما 4:32.3 ثانية. كانت أيضا هناك مياسة سالم بن محمد بن عنودة العامري من قدمها بأداء رائع وجميل، تهانينا والناموس على هذا